call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو راح أحارب زم من سمى هذا زمهاريبو، لكن هذا الزمهاريبو الجديد. زمهاريبو القديم كان هنا بالضبط أتوقع، صح؟ بس زمهاريبو الجديد هنا، فأروح أهجم عليه وما أعرف إذا كنت أقدر له. طبعا هو في نص البحر، فشيء احتمال أنه بتكون الأمواج عالية. ما أعرف كم بياخذ علي من الوقت، بس خلينا أول شيء أوكي، ما عندنا شحنة. إدارة السفينة، أشيل سلاح النار طيف وأرجع السلاح القديم مرقام رافعتين. هذا اللي كنت أستخدمه طول الوقت. اول مره احاربه ما اعرف اذا كان بياخذ علي وقت، ما اعرف اذا كان بيدخل معي شخص ما بيكون سولو طبعا، او ما يعني ما جالس احاول اني اسوي سولو اليوم، لانه اول مره اهجم عليه واكيد انه يدمرني ويهزمني. فنتمنى انه يكون معانا حد، وبنرسل دعوه طبعا للناس انهم يجونوا. ما اقدر ارسل، أرسل دعوة للناس إنهم يجونوا علي، بس لازم يمكن أوصل للمكان أول وبعدين نرسل دعوة. عندنا 100 مرقام، فما أعرف إذا كان يكفي. السفينة تعطي نفسها صحة بس ناقصة لحد الحين. فهذه هي مقدمة الفيديو. إذا كنتوا ما متابعين القناة، إذا كنتوا ما من المتابعين القديمين، فأتمنى أنكم تكتبوا في الكومنتات الحاجات اللي تريدوا تشوفوها. دخلوا معانا في الديسكورد نوبات جيمر، أتوقع بنغير الرابط إذا كان رابط ما شغال. كتبوا لي في الكومنتات إذا كان رابط شغال أو لا. تابعوا القناة، دعمونا بالمتابعة واللايك والشير، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو آخر. راح أسرع الفيديو لما أكون يعني ما في حاجة مهمة مثل المسار الحالي. لذلك همسات الأعماق، هل هذا أوكي؟ هذا هو الفيديو، كأني أشوف أوكي. هذا هو الزمهريبة ولا وش اسمه، ونتمنى إنه اوكي شكله انه قوي كثير اوكي بيسبب لي مشاكل. هذا بداية الهجمة على الزمهريبة هذا اللي ما دمجته ابدا لحد الحين. فخلنا نشوف وين. عاد يساري هذا يتحرك. اوكي عندنا دمج حلو، بس بيصفعني بعد شوي. و ليش ما يهجم علي؟ اوكي وين راح؟ هذا تحركاته عجيبة صراحة. صح انه ما هاجم علي الحين، لكن يتحرك تحركات غريبة. اوكي هذه الهجمة. اوكي ضربات زينة. بس ضرباته تدمر. ضربات قوية. نشوف. اوكي هاي هجمة. دمرني. لا قوي اوكي الحين نقص ثلث. يمكن يكون نفس قوة الزمهريبو الاول ولا الكرهيبو، وش اسمه ذاك الاول نسيته، حتى الوحش الاول اول ايام اذا تتذكروا كيف كان يهزمني بسهولة. فالحين نشوف كم مرة بيهزمني. اوريدي بادي يتوجه لي. نحاول نضرب كل ال بكل الأوقات اللي نقدر نضرب بيها.
مثل هذا ما صابت. اوكي شوف ضرباته هو يدمجني كثير و حرام يا اخي. وين اللوت مالي؟ وين صبته الأخيرة؟ لأنه دمجني. ليش؟ إغراق والله صايبني بإغراق وأنا ما عندي خبر. وينه؟ اوكي من ميزاته يعني انه يغرق ولا ايش؟ اوكي اوكي هذا نهايتي. ما اعرف اذا 30 ثانية يمديني. لا وش هذا؟ ما قادر اسوي شيء ما قادر اسوي شيء، بس الحظ ان سفينتي تعالج نفسها بنفسها. بس الله تذكرت الميشن مال ريزيدنت ايفل 4 اذا تذكروها. اوكي اتوقع ان ما بنموت مره ثانيه. متنا كم مره الحين؟ مره واحده ولا مرتين؟ عالق نفسه. كنا عالق نفسه ولا ويش؟ دمج عالي. وين رايح؟ وين رايح؟ أظني مرة واحدة متنا. لا بس ما قادر أصيب. ذي نهايتي. alright وينه؟ ما قادر أصيبه ولا قادر أعرف وش اللي جالس يسوي فيه. قتلته ولا ما قتلته؟ اتوقع خلاص ما باقلش كثير، بس هذه الموتة الثانية اقل من المرة الاولى. الاكيد انه اقل من المرة الاولى قتلني. اتوقع اني ما بموت مرة ثانية حتى اذا نمت مرة اذا نمت. اوكي كلام طيب. اذا مت مرة ثانية فعدت انا حقيقي نوب. بتستل جيمر. اوكي قتلناه ولا لا؟ هذاك خلنا بس نشيل اللوت مالنا. هو ذاك صح؟ لا تقول لي انه regenerated. والله ايش هذا؟ هذا بيقتلني مرة سيريسلي. ايش صار؟ كأنه يمشي تحتي عشان كذا يتغير مساري ولا وش؟ ضربني ضربني ما كأنه يعني صعبوا العملية ولا وش هذا؟ لا بيضربني مرة؟ ضربني مرة. شوف قتلني والله، وتو مرة ثانية يسوي ريجنريشن حال طاقته. ما فهمت صراحة وش موضوعهم. هل يريدوا يزيدوا صعوبة اللعبة يعني في النهاية لما توصل قريب؟ طيب لو كنا خمسة أشخاص، ما خمسة أشخاص، شخصين يعني، ما بيقدروا يسوي هالحركة.
يعني بدل عن بعض الألعاب تتجه على إنها تسوي لك. أوكي وات، وش هذا اللي تعال. مات 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 اخيرا. وش هذا المسخره صراحه؟ ما كما توقعت يعني، او ما كذا انك تزيد صعوبه الوحش، ما بهالطريقه يعني. كان عندهم طرق ثانيه. اوكي عندي هناك اللوت مالي على انساه. اذا بهالطريقه قتلناه. صعوبته اوكي زادت عن الماضي يعني عن السابق، بس ما مثل ما المفروض انه يكون. اوكي صح عادي يزيد الصعوبه لكن ما بهالطريقه يا اخي. اوكي الدمج عالي، الهيت بوينت ماله المفروض يكون اعلى، اما انه لما وصل ضعيف بدا اوكي فيزس. فهمنا في العاب واجد تسوي فيز في البوس، انه في فيز يضرب كذا وفيز يضرب كذا، بس بتعد عني مسافة كم؟ ما المفروض البوس يبتعد عنك هالمسافة. anyway هنا نهاية الفيديو المقطع، اريد اشبك هالكلمتين. نشوفكم في مقطع اخر. اتمنى انه استمتعتوا بالمعركة الوحش هذا، وحش البحر. ونشوفكم فيديو اخر، والسلام عليكم.